روح معاكم إلى باور لوجي الشركة الكندية، تقدم لنا سوكت بس مش أي سوكت يا جماعة، هذا سمارت تقدر تحكم فيه عن طريق جوجل أسيستنت أو عن طريق الأمازون أو عن طريق الأبليكيشن من أي مكان من أي بقعة في بقاع الأرض. مجرد أنك تفتح الأبليكيشن حق الأندرويد هنا أوكي هني الأندرويد أو الآيفون وعليه ضمان سنة كاملة، عندك 6 منافذ للكهرباء بقوة 3250 واط، عندك 3 منافذ USB وعندك منفذ باور ديليفري 30 واط والواير طوله مترين. أعتقد قلت لكم جميع مواصفات هذا المنتج الجميل. خلونا نحط لكم سعر. يا ستور أنا أريد سوكت مش سمارت، أريده عادي موجود يا كابتن، كل اللي تدور عليه إن شاء الله راح تحصله في الستور من أفضل الشركات، عندك برودو عندك جرين وأفضل الأسعار حط في بالك. والحلو أنه مش سوكت وخلاص، لا يا كابتن، شوف هذا يعني أي راس تقدر تركب عليه، يعني الناس ما تقول عالمي، وعندك منافذ USB تكون متوفرة، شوف هذا منفذين باور ديليفري ومنفذين USB من جرين، وعندك من برودو وعندك من بروميت، عندي شركات كثيرة للسوكت، أنت اختار اللي يعجبك يا كابتن. بعد تبل السيارة متوفر يا كابتن، والحين شتا مقرب، والمنتج هذا بقوة 200 واط جميل جدا، في 3 منافذ وعندك 4 منافذ USB حق السيارة.